بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل درس الأمس وهو شرح للأصول الستة التي قررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكرنا أن هذه الأصول الستة وهي من أهم الأمور التي يحتاجها المسلم في حياته، وبينا أن هذه الأصول الستة مبني بعضها على بعض، فلا تستقيم الثانية إلا بالأولى، أي لا يستقيم الأصل الأول إلا بتحقيق لا يستقيم الأصل الثاني إلا بتحقيق الأصل الأول، ولا يتحقق الأصل الثالث إلا بتحقق الأصل الأول والثاني، وهكذا. فهي أصول مهمة يحتاجها الجميع، الصغير والكبير والعامي وطالب العلم، بل إن طالب العلم والعالم يحتاج إلى هذه الأصول لكي يعلم الناس، وهي من الأصول المهمة التي يحتاجها الناس في حياتهم، ولا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بهذه الأصول الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ما هي هذه الأصول؟ ذكر الأصل الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى وبيان ضد هذا الإخلاص، الإخلاص المقصود به التوحيد، وضد ذلك وهو الشرك. الأمر الثاني الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، أي في الدين. الأمر الثالث السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. والأصل الخامس بيان ما جاء في الكتاب والسنة، من هم الأولياء، من هم أولياء الله، وأيضا التفريق بين الأولياء وبين المتشبهين بالأولياء. الأصل السادس رد الشبهة التي يبثها الأعداء، وهي متعلقة بأن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. تكلمنا بالأمس عن الأصل الأول والأصل الثاني، واليوم إن شاء الله نبدأ بالأصل الثالث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الستة: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، هذا هو الأصل الثالث، وكما ذكرنا لكم أن هذا الأصل من الأصول المهمة، ولا يمكن أن يتحقق هذا الأصل إلا بتحقق الأصل الأول والأصل الثاني. الأصل الأول متعلق بالتوحيد، فإذا لم يتحقق التوحيد والاجتماع على التوحيد لا يمكن أن يتحقق الشرط الثالث، لذا يجب أن تحقق الأمة التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن الأمر للناس بعبادة الله سبحانه
وأيضاً ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً. إذن من أهم الأمور تحقيق التوحيد. بعد أن نحقق التوحيد ذكر الإمام الأصل الثاني وهو الاجتماع. الاجتماع لا يمكن أن يكون إلا بالتوحيد. أي اجتماع بغير التوحيد لا يعد اجتماع، بل هو من الفرقة. ولذلك بينا ما تذكره الجماعات من أن نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا لا يمكن أن يتحقق. نقول نجتمع على الكتاب وعلى السنة وعلى التوحيد وعلى العقيدة، وأيضا نناصح فيما بيننا إذا كان هناك خطأ أو هناك زلل. ولا يمكن أن تجتمع تلك الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الصحيح أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وبيّن عليه الصلاة والسلام هي ما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. فماذا كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي جلس 13 سنة يقرر التوحيد في مكة، لم تفرض ولم تأتي من الأوامر إلا هذا الأمر المهم وهو تحقيق التوحيد. 13 سنة عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في مكة إلى التوحيد من أجل أن تتحقق هذه العقيدة الصحيحة، لأنها إذا تحققت في قلوب أصحابه كان الاجتماع اجتماعا صحيحا. فلا يمكن أن تجتمع الأمة على غير التوحيد. ولذلك بيّن رحمه الله أن الأصل الأول هو ما يتعلق بالتوحيد، والأصل الثاني هو الاجتماع، والاجتماع يكون على الكتاب والسنة. هل هذا كافي؟ هل يكفي اجتماع وتوحيد؟ لا يمكن أن تكون هناك جماعة إلا بإمام، لا يمكن أن تكون جماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لمن أراد السفر ولو كان اثنان، أمرهما بماذا؟ أمرهم بأن يؤمر أحدهما الآخر، وإذا كانوا ثلاثة يؤمر أحد هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ لوجود الحاجة لأن يكون هناك إمام إذا حصل الاختلاف. ولذلك إذا حصل أن اجتمعت الأمة على التوحيد والعقيدة لابد أن ينصب إمام لهذه الجماعة، وهذا ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الأصل الثالث، وهو متمم للأصل الثاني، والأصل الثاني متمم للأصل الأول. فأمر بالاجتماع ونبذ الفرقة، ثم بعد ذلك أمر بالإمام. إذا وجد الإخلاص كما قلنا آنفا وجد الاجتماع، وإذا وجد الاجتماع لزم جماعة المسلمين أن يكون لهم أمير يقوم بشؤونهم. وإذا وجد الأمير ماذا يحتاج؟ هل يكفي أمير فقط؟ لا، الأمارة تحتاج إلى السمع والطاعة. إذا لم يكن هناك سمع وطاعة لولي الأمر فلا يعد هذا أميرا. الأمير يجب إذا ولي أن يكون هناك سمع وطاعة للأمير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه فقال رضي الله عنه: أوصاني خليلي أن أسمع للأمير ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. فأمره بالسمع والطاعة، والسمع والطاعة يشترط لها شروط، وهو ما يتعلق بأن السمع والطاعة تكون بالمعروف. وأيضا هناك حديث مهم جدا، حديث بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. قال معنى هذا الحديث: أننا لا نخرج حتى نرى كفرا بواحا. ما هذا الحديث؟ الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الصحيحين. يقول رضي الله عنه يقول: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على السمع والطاعة. وماذا؟ وعلى أثرة منا. وماذا؟ وعلى أن
لا ننازع الأمر أهله. ثم قال بعد أن ذكر ألا ننازع الأمر أهله ماذا قال؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نقف عند هذه العبارة حتى يتنبه لها الكثير من الناس، يحتاجون إلى أن يتنبهوا إلى هذه المسألة المهمة. ماذا قال؟ إلا أن تروا. ماذا تعني تروا؟ معنى جماعة، يعني لا يأتي شخص ويتفرد ويقول أن هذا الأمر كفر. لابد، قال عليه الصلاة والسلام أن تروا، أي جماعة، أن تروا ماذا؟ كفرا. طيب تروا جماعة ورأوا كفر يكفي؟ رأوا جماعة اجتمعت ورأوا كفر يكفي؟ لا ما يكفي. قال إلا أن تروا كفرا بواحا، أي واضحا صريحا، يكفي؟ لا، أيضا جماعة ورأوا كفر وبواح يكفي؟ لا. بيّن عليه الصلاة والسلام أيضا أمرا مهم دقيق في هذه المسألة، قال عندكم، عندكم رجع لمن؟ للجماعة، ما قال لشخص، قال عندكم ماذا؟ من الله فيه برهان. انظر إلى هذه الضوابط المهمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالخروج على الإمام. المشكلة أننا نرى أناس وأفراد يتفردون بمثل هذه المسائل الخطيرة، ولذلك ما خرج من خرج على مر التاريخ إلا بمثل هذه المسائل، يتفرد أحدهم في هذه المسألة ثم يبدأ بنشر ما عنده من أفكار خبيثة ثم يصورها للناس، كما ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق ببث الشبه عند الناس، فيحصل ما يحصل من الخروج على الإمام ويترتب عليه مفاسد عظيمة. إذن هذا حديث عظيم فيه أصول مهمة يجب على المسلم أن يتنبه إليها. عندما قال بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة وعلى أثرة علينا، المعنى الأثرة أنهم يستأثرون بالمال دون الناس، يعني هنا ربما يظهر فيه نوع من الظلم، قال على أثرة علينا. ثم قال وعلى ألا ننازع الأمر أهله، لا ينازع، إذا تولى الإمام واستقامت الأمور له فلا ننازع الأمر أهله. ثم بيّن ألا يكون الخروج إلا بهذه الشروط التي ذكرها الإمام، بل إن أهل العلم ذكروا أيضا شرطا آخر غير هذه الشروط، قالوا إذا أيضا وجدت، إذا رأوا كفرا بواحا عندهم من الله في برهان، قالوا أن يكون هناك استطاعة وألا يكون هناك فيه ما يتعلق بإراقة الدماء أو ما يتعلق بمفاسد أعظم من الخروج. فهذا أيضا ضابط آخر ذكره عن في مثل هذه المسألة. وأيضا في بعض الروايات في هذا الحديث يقول بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وفي بعضها في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. في منشطنا، إذا البيعة لا تكون في حال أن يكون الإنسان راضي عن الإمام، لا، قال في منشطنا ومكرهنا، حتى لو كرهت من الإمام شيء فيجب عليك أن تصبر ويجب عليك أن تسمع وتطيع فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح في حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال خياركم أو خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، خيار الأئمة الذين تحبونهم ويحبونكم، نحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك نحب ولاة الأمر وهم يحبوننا. وقال بعد ذلك ويحبونكم، نقول لماذا المحبة لولاة أمرنا في هذا البلد؟ لأولا أنهم حققوا التوحيد، وأيضا نجد نشر الخير في كل مكان في هذه البلاد، بل تعدى الخير خارج البلاد. أيضا نرى العناية الكبيرة في الحرمين الشريفين، وأيضا نرى من الخير العظيم نرى ما تقوم بهذه البلاد. ولو نظرنا إلى فقط ما تقوم به الدولة من توزيع هذه المصاحف والعلم ونشره في أنحاء العالم، وأيضا
ما وفقنا الله سبحانه وتعالى من ولاة أمر يحفظون لنا الأمن، والأمن نعمة عظيمة. ولذلك سوف أذكر لكم على ما يتعلق بالأمن ما يقرب لنا هذه المسألة المهمة وهي متعلقة بالأمن. وأذكر لكم قصة ابن الأشعث مع الحجاج، وهي قصة مهمة أيضا ينبغي أيضا لنا أن نعتبر من هذه القصة. ولكن قبل أن نبدأ بها نبين ما يتعلق في هذه المسألة أو ما جاء في هذا الحديث عندما قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ثم قال: ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقيل: يا رسول الله، عندما ذكر هؤلاء الأئمة الذين يلعنون ويلعنون، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، أي نخرج عليهم، أي هؤلاء الذين نبغضهم بسبب سواء المعاصي أو غيرها؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن كرهتم شيئا منهم فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا هو التوجيه النبوي. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة وهم من خير القرون، ويقول لهم هذا التوجيه، وهم الصحابة رضي الله عنهم، هو توجيه للصحابة وتوجيه لنا أيضا للقرون من بعدهم. يوجههم من تمام الاجتماع أن الاجتماع لا يمكن أن يكون إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. ذكر الشيخ هذا الأصل مبينا في هذا الباب، قال رحمه الله: أن هذا الأصل جاء مبينا بأنواع البيان شرعا وقدرا، وإيضاح ذلك كالآتي، كما بينه رحمه الله، فجاب الآية: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أبو هريرة لما نزلت هذه الآية قال رضي الله عن هذه الآية: أمرنا بطاعة الأئمة. هذا فهم الصحابة. ولذلك نقول دائما عندما يكون هناك اختلاف أو نذكر الأصول التي يبنى سواء عليها المذهب أو غيره، نقول في مثل هذه الأصول: الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ينص أحيانا بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه عندما قال، عندما نزلت هذه الآية قال: أمرنا بطاعة الأئمة، وطاعتهم من طاعة الله، وعصيانهم من عصيان الله. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا من ناحية شرعا في قوله رحمه الله، عندما قال شرعا جاءت هذه الآية واضحة بينة في هذا الأمر. ثم قال قدرا: إذا نظرنا من هذه الأمة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر، أن كل من تمسك بالكتاب والسنة وأيضا السمع والطاعة لولي الأمر استقامت الأمور في تلك البلاد، وخاصة عندما ذكرنا وهو الأصل الأول ما يتعلق بالتوحيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن تحقيق التوحيد هو الأصل في كل ما نذكر في المسائل التي الآن سوف نوردها. إذن الريادة والقوة كانت لأهل التوحيد والعقيدة إذا حققوا هذا التوحيد. ولذلك كل من خالف هذا الأصل نجد أن تلك البلاد تعيش في فوضى، وتعيش أيضا في فتن وغيرها. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند مسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كنا في شر، فهل بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم. قال: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام.
وهكذا. ثم قال: فهل وراء الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا التوجيه النبي، هذا توجيه النبوي لنا في مثل هذه الأمور، السمع والطاعة لولي الأمر. وهذا الحديث لا شك أنه من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته، وذلك يعد من غاية الضلال والفساد. ومع ذلك فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعتهم في غير معصية الله. ولذلك نذكر بعض الشواهد. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عاش في زمن الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، معروف بسفك الدماء، وعرف بقتل الأبرياء وبالظلم، حتى قيل بأنه قتل 100,000 صبرا، قتل بين يديه 100,000. ومع ذلك لم يقل عبد الله بن عمر أن ننزع اليد والطاعة من الحجاج، ولم يقل يجب أن نخرج عليه، ولكن حصل الخروج في عهد الحجاج. ما قصة الحجاج مع ابن الأشعث؟ عبد الرحمن بن الأشعث هو من كندة، وهو رجل عاش في العراق وعاش في عهد الحجاج، وكان عنده شيء من الغرور في نفسه، وكان جنديا، وقد ولاه الحجاج في وقته على الجند. وكان الحجاج يكره ابن الأشعث، كان يكرهه كرها، وكان يتمنى قتله. يقول: ما رأيت عبد الرحمن بن الأشعث إلا تمنيت أن أقتله بين يدي، ولكنه لم يقتله. فأراد أن يخرج عبد الرحمن بن الأشعث، ولكن الحجاج أمره بأن يتولى جيشا لكي يقاتل فيه الترك آنذاك. فأمره على أو أمره على هذا الجيش، فتولى هذا الجيش وخرج من أجل أن يقاتل الترك رتبيل وغيره في ذلك الوقت. فخرج بهذا الجيش فاستطاع أن يفتح بلادا كثيرة، ولكن بعد أن دخل عليهم الشتاء لم يستطع أن يواصل القتال، فكتب إلى الحجاج فقال له: نحتاج إلى أن نرتاح حتى ينصرف الشتاء ثم نكمل القتال. فلما وصل الخبر إلى الحجاج كتب كتابا شديد اللهجة يؤنب فيه عبد الرحمن بن الأشعث، ويقول: يا ابن كذا وكذا، يقوم بتأنيبه وكذلك بتصغيره، فتكلم عليه كلاما قاسيا. وتواصل الحجاج بإرسال تلك الرسائل لابن الأشعث، فغضب ابن الأشعث ثم عرض هذا الأمر، وكان والده معه في هذا الجيش، فعرض الأمر على والده وعلى من معه في الجيش، فقال: ما أراد الحجاج إلا أن يقضي عليكم، ولم يشأ أن نمضي إلا لذلك، فماذا ترون؟ فسألوه: ماذا ترى؟ قال: أنا لن أطيع الحجاج في هذا الأمر. هذا أول مخالفة كما ذكرنا لكم في هذا الحديث، قال: أنا لن أطيع الحجاج، مع أنه ولي أمر، فكان واجب عليه أن يطيع الحجاج، ولكنه قال: لا، أنا لا أطيع. فجميع الجيش وافقوا ابن الأشعث على رأيه، فقالوا: إذن نخلع الحجاج ونخرج على الحجاج. طيب، خرجوا على الحجاج، ماذا سيحصل؟ هل سينتظرون ثم يكملون الحرب، أم سيرجعون إلى الحجاج ليقاتلوه؟ قالوا: نرجع إلى الحجاج فنقاتل. فتركوا قتال أهل الكفر ورجعوا لمن؟ إلى الحجاج، إلى المسلمين. الحجاج معه من؟
كل من معه معه جمع من التابعين وأيضا من الصحابة يقاتلون معه. فقالوا إذن نرجع إلى الحجاج ونخرج على الحجاج، فخرجوا على الحجاج فرجعوا لقتال الحجاج. ابن المهلب كان من دهاة العرب وأراد أن ينصح الحجاج، ونصح أيضا عبد الرحمن بن الأشعث بأن لا يخرج، وذكرهم بالله وذكرهم بالأحاديث، لكنه لم يأبه لنصيحة المهلب. الشاهد أن ابن المهلب نصح أيضا الحجاج، قال اتركهم، هذه من الفوائد يعني في الحرب، فقال اتركهم حتى يرجعوا إلى البصرة، ثم يدخلوا على الأزواج ويدخلوا على الأولاد فيشموا أولادهم فيضعفون في الحرب، لأن أهل العراق إذا ابتعدوا عن أهلهم مدة طويلة اشتد بأسهم. فقال اتركهم حتى يدخلوا. قال هذه ليست نصيحة، الحجاج يقول هذه ليست نصيحة، ما أردت إلا أن تخدعنا بهذا الكلام. فخرج الحجاج وطلب من عبد الملك بن مروان بأن يمدهم بالجنود من أجل القتال ابن الأشعث، فمدهم بالجنود، فخرج على ابن الأشعث لكنه لم يستطع أن يحارب ابن الأشعث، بل ابن الأشعث قتل جمعا وخلقا كثيرا من جيش الحجاج. فرجع الحجاج وتذكر نصيحة ابن المهلب فقال هذا ناصح، فتركهم حتى دخل البصرة ودخلوا على أهلهم وشموا أولادهم فضعفوا، ضعف ابن الأشعث وغيره فيما يتعلق بالقتال، لكن ما زال الخروج موجود. قالوا نحن الآن خرجنا على الحجاج وعبد الملك هو الأمير المؤمنين، قالوا إذن نخرج على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فخرجوا عليه. قال إذن لن نقاتل الحجاج، سنذهب إلى قتال من؟ عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان أراد ماذا؟ أن يقطع دابر هذه الفتنة، فقال لابن الأشعث ماذا تريد؟ تريد أن أعزل الحجاج؟ أعزل الحجاج. تريد أن تتولى مكان الحجاج؟ أوليك مكان الحجاج. فعرض عليه هذا العرض، فلما عرض عليه العرض وصل الخبر إلى ابن الأشعث فعرضه على الجيش، فغضب الجيش، قالوا لا نحن الآن أصحاب قوة. كان مع ابن الأشعث أكثر من 120 مقاتل راجل، 120 ألف، ومعه أكثر من 35 ألف راكب، يعني معه ما يقارب أكثر من 150 مقاتل يقاتلون معه، عدد كبير، خلق كبير. فقالوا نحن أكثر قوة وأكثر عتاد وسنخرج على عبد الملك بن مروان. فلم يستجب لما طلب منها عبد الملك بن مروان من وأد هذه الفتنة، ولكن طبعا انضم إلى ابن الأشعث القراء في ذاك الوقت، كبار القراء الذين كانوا يحفظون القرآن في ذلك الوقت جميعهم انضموا مع ابن الأشعث، معناهم أنهم خرجوا مع أنهم خالفوا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. خرجوا ولم يتنبهوا إلى هذه المصيبة العظيمة، ولم يستجيبوا لمن ناصحهم فيما يتعلق بالخروج. ثم بعد أن خرجوا أمد عبد الملك بن مروان الحجاج بجيش عظيم، وبعد أن دخل جيش عبد الرحمن بن الأشعث البصرة ضعفوا، ثم بدأوا بالقتال فكانوا أضعف من قبل، وخرج معهم القراء، وكان القراء هم الذين يقومون بحث الناس على القتال، فكان الناس يعتمد على ماذا؟ على ما يقوم به القراء من حثهم إلى القتال. الحجاج لما تنبه إلى هذا الأمر أول ما بدأ به القراء، فوجه الجيش كاملا إلى القراء لقتلهم، فاستطاع أن يقتل عددا كبيرا من القراء. فلما قتلوا لم يجد الجيش، جيش عبد الرحمن بن الأشعث، من يقوم بحثهم وأيضا يقوم بتوجيههم، فضعف الجيش، فاستطاع الحجاج أن يقضي على هذا الجيش. ما هذا حصل لعبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج؟ هرب مع ثلة من أصحابه، فذهب لمن؟ ذهب لرتبيل الذي كان يريد أن يقاتله، إلى من كان يريد، ذهب
لكي يؤويه ويحميه. وبالفعل رتبيل آوى عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه وأمنه وأدخله في بلاده وأمنه. انظر إلى هذه الفتنة العظيمة. ثم جاء الحجاج ومسك جميع من قبض عليهم في ذلك الجيش، فجاءوا بين يديه فقتلهم واحدا واحدا، فكانت مقتلة عظيمة. قتل، يقال أنه قتل أكثر من 100,000. انظر إلى فتنة الخروج، وانظر إلى كلام ابن عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال لا نخرج على الحجاج، ووجه بعدم الخروج على الحجاج على ما عنده. ومع ذلك انظر إلى هذه الفتنة العظيمة. ماذا كان مآل عبد الرحمن بن الأشعث؟ انظر إلى النهاية التي كانت له، وهو أنه عندما ذهب إلى رتبيل الحجاج لم يصبر، فكتب إلى رتبيل إما أن تسلم عبد الرحمن الأشعث ومن معه، وإلا أتيتك بجيش من العراق إلى بلدك. فلما سمع رتبيل ذلك قام بتسليم عبد الرحمن الأشعث إلى الوفد الذي جاء من الحجاج، فسلمهم، فخانهم وسلمهم لمن أرسل للاستلام أو أخذ عبد الرحمن الأشعث ومن معه، فأخذه ذلك الفريق الذي أخذ عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه. وهم في الطريق ماذا أراد أن يفعل؟ أراد أن يقتل نفسه عبد الرحمن الأشعث، هو ما يسمى بالانتحار. فطلب ممن يرافقه من العسكر، قال أريد أن أصعد هذه القلعة، فصعد هذه القلعة ثم رمى بنفسه ومن معه فمات، ثم قص رأس ابن الأشعث وجاء به إلى الحجاج، وأيضا حصل ما حصل أنه أرسل أيضا إلى الشام وإلى مصر، كل ذلك تنكيلا به. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة والتي حصلت في عهد الحجاج، وهي ما يتعلق بالخروج على الإمام إذا استقام له الأمر. ولذلك هناك من ذكر أبيات تدل على أهمية الأمن. ماذا قال قائلهم آنذاك؟ قال عندما فيما يتعلق في تلك الفتنة وما يحصل فيها من الأمن، أبيات تدل على ما يتعلق بأن الأمن مقدم على كل شيء. ولكن ربما أني نسيت البيت، ولكن في آخره وصوت عوى الذئب، يقول الشعر عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. ماذا يعني هذا البيت؟ يقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، يعني ما حولي رجال، ما حولي أحد، أرتاح معناها، يعني ما فيه، لأن كان القتل مستمر. وصوت إنسان فكدت، ولما سمع صوت إنسان أصابه الخوف والذعر. انظروا إلى نعمة الأمن، أصبح الناس يستأنس بصوت الذئب ولا يستأنس بصوت الإنسان، مع أن الواجب أن يكون الأمن بصوت الإنسان. أيضا الإمام أحمد رحمه الله أيضا حصلت له الفتنة، وأيضا ما يتعلق بخلق القرآن، وجاءه جمع من الناس وقالوا يا أبا عبد الله لا يخفاك ما ظهر من الحاكم من الظلم والجور، وأيضا من الفسق والمعاصي، وأيضا من نصرته للمبتدعة، فقالوا فما رأيك لو خرجنا عليه؟ قال لا تفعلوا، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، هذا مخالف للآثار. وهكذا نرى أيضا في زماننا الآن ما يحصل من الخروج على الحكام، وما يحصل بسبب ذلك من الفتن، من القتل، من انتهاك الأعراض، من التشريد، وغيرها من الأمور التي شاهدناها، وللأسف الشديد لم يستفد الناس منها. بل إن العلماء الكبار عندما رأوا تلك الفتن وتلك المظاهرات التي خرجت في بعض البلدان حذروا منها وقالوا هذه فتنة. بل لإن بعضهم رد على هؤلاء العلماء فقال ألا في الفتنة سقطوا، يقللون من هذه العبارة. العلماء هم من يرى، كما ذكر العلم، هم من يرى الفتنة عند قدومها، وعند انصرافها يراها الجميع، العامي وغير العامي.
لكن عند قدوم الفتنة العالم البصير هو الذي يرى أثر هذه الفتنة. ولذلك قال العلماء الكبار عندما رأوا الفتنة في تلك البلاد التي خرج أهلها على الحاكم قالوا هذه فتنة. وبالفعل حصلت الفتنة، حصل الخروج، وحصل ما حصل من تشريد الناس، من انتهاك الأعراض، من القتل، من السبي، ولم يستفد الناس شيء، لم يستفيدوا شيء، بل كل من ولب الناس هو آمن في سربه عند أهله. بل من العجب العجاب، وهذه العبارة أيضا أكررها وأيضا أؤكد على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أيضا نقول في زمننا هذا أن من العجب العجاب من الدعاة الذين حرضوا على الخروج لبلاد الفتن وللقتال معهم، قيل له أنت الآن تحرض الشباب على الخروج إلى تلك البلاد من أجل القتال، أنت لم تخرج وعندك 4 من الولد لم يخرجوا، قال أولادي في مهمة أكبر من الجهاد. سبحان الله، هل فيه إذا كان هناك جهاد هل هناك أفضل من الجهاد؟ لا يمكن، الجهاد هو رأس سنام هذا الدين. فلما قيل له أنت خرج أولادنا وأبناؤنا خرجوا إلى تلك المواطن الفتن، أنت عندك 4 من الولد لماذا لم يخرجوا؟ قال هم في مهمة أكبر من هذه المهمة. سبحان الله، وأحدهم عندما كان يحث الناس على الجهاد ويحث الناس، عندما خرج أحد أولاده إلى تلك وأرسل رسالة لوالده بأنه ذاهب إلى تلك المواطن، غضب غضبا شديدا وذهب إلى الدولة وأخذ يحاول أن يبحث عن ولده وأن يرجعوه. سبحان الله، ولدك أصبح أغلى من أولاد المسلمين، كل واحد عنده ولده غالي، طيب أنت لماذا تحث الناس وأيضا تنهى ابنك من الخروج؟ إذا من يحث الناس على أمر يجب أن يكون هو أول من يقوم بهذه المهمة، أليس كذلك؟ عندما يأمر شخص أناس بأن يخرجوا أو يفعلوا فعل يجب أن يكون هو أول من يقوم بهذا الفعل. هناك حادثة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في تلك الحجرة التي خرج فيها الصحابة رضي الله عنهم في العمرة والتي منعوا منها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما حصل الصلح بينه عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، عندما حصل هذا الصلح أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يتحللوا، لكنهم كان عندهم نوع من الهم لأنهم لم يذهبوا إلى العمرة، وما جاء في الصلح أنهم يرجعون في تلك السنة ويأتوا العام القادم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا، لكن الصحابة لم يفعل أحد منهم أي شيء، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام فأشارت عليه زوجته بأن يقوم هو أول من يفعل هذا الفعل، فتحلل عليه الصلاة والسلام فتحلل الصحابة من بعده. المقصود أن الإمام أو أن الشخص الذي يريد أن يحث الناس على أمر يجب أن يكون هو أول من يبادر بهذه الأمور. لذلك يجب الحذر من ما يتعلق من أصحاب الفتنة ممن يحثون الناس وتوليب الناس على ولاة الأمر، وأيضا ما يتعلق بالسمع والطاعة، بينا لكم الحديث التي تأمر الناس بالصبر والسمع والطاعة، لأنه لا يستقيم أمر هذه الأمة إلا بالسمع والطاعة. ولذلك نستفيد من تلك الحادثة التي حصلت لابن الأشعث مع الحجاج فيما يتعلق في الخروج، يعني انظروا إلى الفتنة وعظم الفتنة، أن عبد الرحمن الأشعث خرج معه القراء، خرج معه عدد كبير من التابعين من علماء المسلمين، خرجوا معه في هذه الفتنة، ولكنهم بعد ذلك تقرر عند أهل العلم أن الخروج على الإمام بعد هذه الفتنة أنه محرم، وقد أجمع العلم في ذلك بعد هذه الفتنة، بعدما رأوا من تلك المصائب عندما يقتل 100,000 من المسلمين، يقتل بعضهم بعضا من المسلمين، يقتل بعضهم بعضا، تخيلوا الفتنة، عظم الفتنة، وهم كلهم الخروج لم يكن على دين، إنما كان على مسائل تتعلق بالظلم، ولكن لم تتعلق بأمور الدين، الدين كان ظاهر
كان هناك الصلوات، الحج قائم لكنها فتنة، ولذلك يجب أن يتنبه المسلم إلى مثل هذه الأمور. نعم، الآن ندخل في الأصل الرابع. نعم، قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله تعالى قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم، هذا هو الأصل الرابع، وهو أيضا متعلق بما قبله من الأصول. قلنا التوحيد، ثم بعد ذلك الاجتماع، والاجتماع على ولي الأمر، وولي الأمر يحتاج إلى السمع والطاعة. لكن نحتاج إذا استقامت الأمور وتولى ولي الأمر وحصل السمع والطاعة، أيضا أن يكون من يرجع إليهم هم من العلماء الربانيين. لأن الفتنة التي حصلت أيام الإمام أحمد ما حصلت إلا بقرب من علماء الضلالة ممن تكلم بخلق القرآن عندما اقتربوا من ولي الأمر في آنذاك، فحصلت الفتنة. فجاء الإمام الشيخ محمد بن الوهاب يبين الأصل الرابع، أنه لابد أن يتم الاعتماد، أن الأمة تعتمد على العلماء الربانيين العلماء، ويجب أن يميز الناس بين العالم الرباني وبين عالم الضلالة، وبين الفقيه وغير الفقيه، وبين من تشبه بهم وليس منهم. ولذلك أهل العلم ذكر في كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى الأشعري، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثالا رائعا في ما يتعلق بالعلماء، بحال العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا. إذن شبه عليه الصلاة والسلام العلم بماذا؟ بالمطر، بالغيث. العلم ما هو؟ هو الغيث، مثل الغيث. وشبه القلوب بالأرض، وشبه القلوب بالأرض، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن أول طائفة شبهها عليه الصلاة والسلام بتلك القلوب التي وعت هذا العلم وقامت بنشره، وشبهها بالأرض التي استقبلت هذا الماء وأنبتت العشب الكثير، فكان منها النفع للناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. هذه أيضا صفة جميلة، وهو أن يحفظ الناس العلم، لكن لا فقه عنده، لا يمكن، هو يحفظ حافظة لكنه ينقل هذا العلم إلى من هو أفقه منه. وهذه مثل الأرض التي الجدباء التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، انتفع الناس بهذا العلم، فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. هذا هو الأول، علم وعلم، هذا هو العالم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله، وهي تلك الأرض التي
أخذت هذا الماء ولم يظهر حتى الماء فيها. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي بيّنها رحمه الله تعالى فيما يتعلق الفرق بين العالم والفقيه. هذا الأصل أصل مهم جداً، وكما ذكرنا أنه متعلق، ونعيد مرة ثانية ونؤكد أنه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم الاجتماع على كلمة التوحيد، ثم السمع والطاعة للأمير، والرابع هو التمييز بين العالم وغير العالم والمتشبه به العلماء. ولماذا ذكر ذلك المؤلف رحمه الله؟ لأن العلم الصحيح عند العالم الرباني من الذي يعرف ويعلم التوحيد. ولذلك في أي بلد إذا قرب الإمام أهل البدع ظهرت البدع في هذا البلد، وإذا قرب أهل السنة والتوحيد ظهر التوحيد في تلك البلاد. وهذا ما حصل في هذه البلاد المباركة من قيامها من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، عندما اتفق على نشر العقيدة والتوحيد انتشر التوحيد. ولذلك الناظر في ذلك الزمان في عهد الشيخ محمد بن الوهاب بعد وفي الدولة السعودية ونهايتها، والدولة السعودية الثانية وكذلك الدولة السعودية الثالثة، من يشاهد تلك الصور التي كانت تظهر في بعض الرحالة كما في كتاب محمد لبيب البتنوني في كتاب الرحلة الحجازية في عام 1298 هجري، يعني قبل أكثر من 140 سنة، كان هناك صور تصور حال هذه البلاد مكة والمدينة، كانت القباب ظاهرة في تلك الصور، وكان الناس يذهبون إلى تلك القباب وإلى تلك الأضرحة ويتقربون إليها ويذبحون عندها. لكن لما جاءت هذه البلاد المباركة أهل التوحيد قاموا بإزالة جميع مظاهر الشرك، وكان هذا في جميع تلك المراحل في الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية وكذلك الدولة السعودية الثالثة. الدولة السعودية الأولى أزيلت ثم رجعت بعدما سقطت الدولة السعودية الأولى، ثم جاءت الدولة السعودية الثانية وأزالت تلك القباب، ثم بعد أن سقطت أيضا رجعت تلك القباب، رجع الشرك. ثم لما تولى الملك عبد العزيز رحمه الله أيضا عندما دخل مكة أول ما بدأ بإزالة تلك القباب، فأزالوا تلك القباب وجعلوا تلك القبور على السنة وظهر التوحيد. ولما ظهر التوحيد ظهر الأمن. كانت بلاد الحجاز قبل مجيء الملك عبد العزيز كانت تعج بالفتن وتعج باللصوص، كان الراكب من المدينة إلى مكة لا يأمن على نفسه ولا على ماله، كان الخوف شديد. وهذا لا أقوله بنفسي، ولكن الناظر في كتب الرحالة في ذلك الوقت قبل دخول الملك عبد العزيز مكة والمدينة يصفون الحال من المدينة إلى مكة وما يحصل فيها من الخوف الشديد. كان الرجل لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه من المدينة إلى مكة وهم حجاج، ومع ذلك لا يأمنون. ولذلك ذكر جمع كبير ممن جاء من الرحالة يصفون حالهم في مثل هذه المفازة وفي هذا المكان. لكن بعد أن دخل الملك عبد العزيز اختلف الأمر. ماذا حصل؟ الملك عبد العزيز أول ما بدأ عندما قام بتطبيق الحدود وكل سارق تقطع يده، بل جعل أولئك قطاع الطريق، فقام بصلبهم هنا عند الحرم، بصلب أولئك الذين يقطعون الطريق على الحجاج. فلما قام بهذا الأمر اشتهر أمر هذا الصلب وهذا والأمر اللي هو متعلق بإقامة الحدود، فخاف الناس، فأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، لدرجة أن أحد الرحالة الذي كان يصف الحال قبل ذلك، وهذا في كتاب له فيما يتعلق في أيضا برحلة الحجاز، فكان يصف الحال، كان قد جاء قبل دخول الملك عبد العزيز ووصف الحال في ذلك الوقت وما حصل له من الخوف. ثم ذكر بعد أن تولى الملك عبد العزيز يقول: فرأيت متاعا قد سقط، وكان معي أناس ممن يقفون في تلك البلاد التي كنا نخاف منها في بعض المناطق التي كانت بين المدينة ومكة، فيقول: فرأيت متاعا ساقط ولا يقرب عنده أحد، يقول: فتعجبت من ذلك فسألت، قالوا: لا، الملك عبد العزيز
سوف يقطع يد من يمد يده على هذا المتاع حتى يأتي صاحب هذا المتاع أو يأتي من تولى هذا الأمر فيأخذه ويحفظه لصاحب هذا المتاع. أصبح الناس تخاف من إقامة الحدود. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. ماذا يعني هذا؟ يعني أن السلطان إذا حكم الشريعة لا شك أن الناس فعلا تخاف ويحتاج أن يكون هناك إمام قوي فيما يتعلق بإقامة الحدود. وهذا أيضا كما ذكرنا أن هذا الحال هو ما ظهر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما حصل فيها من النفع العظيم. وأيضا كان من النفع الذي ظهر في دعوته أن انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتوحيد في جميع أنحاء العالم. لم تنتشر العقيدة الصحيحة في بلاد الهند إلا عن طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عن طريق من؟ عن طريق الملة عمران بن علي آل رضوان، وهو من بلاد لنجة من بلاد إيران. انظروا، رجل من بلاد إيران في الساحل الشرقي عالم، كيف وصلت له دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ أحمد زيني دحلان كان من المناكفين لدعوة الشيخ محمد بن الوهاب لما سقطت الدولة السعودية الأولى، فألف كتابا أسماه الدرر السنينة في التحذير من الوهابية، الدرر السنينة في التحذير من الوهابية. وكتب في كتابه التحذير من الشيخ ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويسميهم الوهابية. فكان يخط هذا الكتاب ويعطيه الحجاج فيذهب به إلى بلادهم وينشر هذا الكتاب. فوصل الكتاب إلى بلاد لنجة في بلاد إيران، فوصل هذا الكتاب للملا علي رضوان. فلما قرأ عمران بن علي آل رضوان لما قرأ هذا الكتاب وهو التحذير من الشيخ محمد بن الوهاب، كتب إلى أهل نجد يطلب كتب الشيخ محمد، يريد أن يعرف هذه الدعوة وهذا التحذير، لماذا يحذر من هذا الشيخ. فلما وصلته الكتب عرف أن هذا هو الحق وأن ما يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الحق وهي العقيدة. فكان منه أن قام بنشر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقام بتحقيق هذه العقيدة. وله القصيدة المشهورة التي ربما يحفظها الكثير إن كان تابع أحمد متوهبا، فأنا المقر بأنني وهابي، أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. ثم أيضا حقق العقيدة: لا قبة مع أن ترجى، ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، كلا ولا شجر ولا حجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب. ثم قال أيضا: ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو ناب، إلى آخر القصيدة التي ذكرها. في أولاد أحفاد الشيخ عمران الرضوان هم أحفادهم من ابنته، لم يكن لهم ولد من الذكر، فكان أولاد ابنته كانوا هم من يقومون بنشر أو كتابة كتب الشيخ محمد الوهاب، وانتقلوا إلى الهند فنشروا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في الهند. انتشرت الدعوة والعقيدة الصحيحة هناك عن طريق، وكان بدايتها هي التحذير من هذه الدعوة المباركة. إذن العقيدة الصحيحة تعرف من الأئمة الذين يمشون أو يسيرون على الكتاب والسنة على طريقة وهدي الصحابة رضي الله عنهم. إذن هو الشيخ رحمه الله ذكر ما يتعلق بالفقه، ذكر أول شيء العلم والعلم بشكل عام، ثم ذكر الفقه، والفقه هو أخص من العلم. والفقه هو يتعلق بما يتعلق بأمور الأحكام، بما يتعلق بأمور الأحكام التفصيلية مثل ما يتعلق بالعبادات، الصلاة والزكاة والحج وغيرها. وهذا هو الفقيه الذي ينظر في مثل هذه المسائل. لكن إذا نظر إلى هذه المسائل يجب أن ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى ما يتعلق بالدليل من الكتاب والسنة. ولذلك يجب أن يفرق طالب العلم ما بين الكتب الفقهية المؤصلة على المذهب، وما بين أيضا مخالفة أيضا من ألف هذه الكتب التي على المذهب، ربما أحيانا يخالف هذه الأصول لأنه يذهب إلى الدليل. وهذا هو الأصل عن جميع الأئمة، هو الأخذ بالدليل. ولذلك أيضا حصلت فتنة أيضا فيما يتعلق بالاختلاف وما يتعلق بالأئمة. أيضا حصل الاختلاف سابقا من تلك المذاهب، وهو ما يتعلق بالتعصب في المذاهب.
وصل الحال في من يتعصب إلى المذهب إلى أنه كان الحنفي لا يزوج الشافعي، والشافعي لا يزوج الحنفي، من شدة تلك المناكفة بينهم والتشدد في هذا الباب، مع أن الأئمة الأربعة لا يرضون ذلك، بل إنهم دائما يبينون أنه يجب الرجوع إلى الدليل، دائما يؤكدون على أن الأصل في هذا المذهب هو الرجوع إلى الدليل. وجاءت النصوص أيضا متعلقة ببيان أصناف أهل العلم وصفات الذين يحملون هذا العلم، لكننا في هذا الزمن نرى أن الموازين قد انقلبت، وهذا ما يريد أن يوضحه الشيخ رحمه الله تعالى. فإنك أحيانا تجد مبتدعا يدعو إلى البدع ويدعو إلى الاستغاثة بالقبور وإلى العقائد الفاسدة، ويسمى بعالم فيبجل تبجيل العلم، وتجد الموحد المتواضع ولو كان من كبار العلماء يعتبر عند البعض من الجهال، وربما قالوا عنه زنديق أو مجنون كما قيل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكما أيضا كان من حالهم أيضا مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عندما وصفوه بالزنديق وبأوصاف لا تليق بالعلماء. ولكن هذا هو اختلاف الموازين، وما زلنا حتى اليوم أيضا نعاني من هؤلاء الذين يصفون العلماء علماء الإسلام الربانيين بأسوأ الألقاب، وأيضا يسمى بعضهم يقول هذا زنديق أو هذا بالكافر، وبعضهم يسميه بتسميات بالوهابي، أو إذا أرادوا أن يقللوا من العلماء قالوا علماء حيض ونفاس أو علماء سلطة، كل ذلك من محاولة التشكيك في أهل العلم. و أيضا يجب أن نعرف أن من العلم ما فيه النافع وما فيه أيضا من الضار، العلم فيه النافع وفيه الضار، ولذلك العلم كما في علم السحر هو من العلم الباطل، ولذلك يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد يكون العلم أيضا فيه ضرر، ربما يكون الشخص الذي يحمل هذا العلم ربما أنه ينشر علم واضح وبين لكنه يلبس في هذا العلم، يأتي بالأدلة كما استغل مثلا بعض الجماعات مثل داعش وغيرها، استغلت بعض النصوص سواء في الكتاب وفي السنة أو من أقوال أهل العلم وأخذت تلبس على الناس ذلك الكلام. أيضا من المرجئة من يأخذ أيضا من كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيلبس على الناس فيما يتعلق بالإرجاء، ولذلك يجب الحذر، يجب أن يحذر المسلم من أولئك الذين يقومون بتلبيس، يأتون بظاهر الأمر وهو يقولون والله قال شيخ الإسلام تيمية كذا وكذا، مع أن شيخ الإسلام ربما ذكر هذه المسألة في أمر خاص ولم يذكرها أيضا فيما يتعلق في النصوص. ولذلك النصوص إذا جاءت يجب أن يتنبه طالب العلم إلى الحال التي قيلت به، ولذلك الحال كان في كل زمان له حال، وفي كل أمر يحتاج إلى أيضا مقال، وتختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان. ولذلك إذا قلنا فيما يتعلق بمسألة مثلا القذف في بلد يختلف عن البلد الآخر، بعض العبارات ربما تكون في بلد أنها من العبارات الدارجة عندهم يتكلمون بها، وأيضا يقول بعضهم على بعض مثل هذه الكلمة ولا بالعكس يفرحون بها، لكن ربما تقال في بلد آخر يرى أن هذا من القذف، يرى أن هذا قذف، وتقام أيضا يقام الحد على من يقول هذه العبارة. ولذلك يجب أن يتنبه المسلم في مثل هذه العبارات، وهذا مثال على ما يتعلق أن هناك اعتبارات مهمة تتعلق فيما يتعلق مثلا بخوارم المروءة. خوارم المروءة تختلف من زمن لزمن، في السابق اللي ما يلبس شماغ عندنا هنا في السعودية يرون أن هذا من خوارم المروءة، يعني إذا جاء يصلي ولا يلبس غترة أو شماغ يرون هذا حتى لا تقبل شهادته. أيضا كان في السابق أن من يدخل المطاعم أيضا لا تقبل شهادته، هذا سابقا، لكن الحال الآن يختلف، هل نقول هذه من خوارم المروءة؟ لا. أيضا الناس الذي كان لا يلبس الثوب
ويلبس مثلا لباس آخر أيضا يعدونه أيضا من خوارم المروءة. وهذا كما ذكرنا، وأيضا ما يتعلق بلباس الشهرة وغيرها من المسائل المختلفة التي تختلف من بلد إلى بلد آخر. فيجب على طالب العلم أن يتنبه إلى مثل هذه المسائل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم، أي من الناس من يتشبه بالعلماء أيضا بحمل هذا العلم وهو ليس من العلماء، وهذا من يقوم بتنصيب نفسه للعلم وللتعليم والفتوى وهو ليس أهل لهذا الأمر. ولذلك ضل من ضل عندما تصدر هؤلاء، ولذلك من انتشرت البدعة ومن انتشرت الفتن في بلاد المسلمين إلا بسبب هؤلاء عندما تصدروا في الإعلام وبدأوا يوجهون الناس والشباب، فأخذوا يوجهونهم إلى تلك البلاد إما للقتال أو للبدع أو لغيرها على اختلاف مشارب هؤلاء. فهناك من ينشر البدعة وهناك من ينشر ما يتعلق بالفتن، ما يتعلق بالخروج على ولاة الأمر، على ما يتعلق بقتل المسلمين وغيرها من الفتن. كان السلف دائما يوصون بما يتعلق بأن لا يترأس الشخص، أن لا يترأس في حداثته للعلم. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا. يجب على الطالب العلم أن أولا أن يتفقه في الدين قبل أن يتصدر. والله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولذلك ليحذر أن يكون العلم لغير الله سبحانه وتعالى. المسألة التي بعدها ذكرها الشيخ رحمه الله قال: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الآيات. ولذلك ذكر الآيات في بني إسرائيل وهي متعلقة في هذا الباب المهم المتعلق بما يتعلق بالإماء، بما يتعلق ب طالب العلم وبالعالم الذي يؤخذ منه. ولذلك المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ذكره في بني إسرائيل. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذه الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. هذه رسالة لمن؟ لبني إسرائيل، لكنها للأمة، تبين حال بني إسرائيل وما حصل لهم. قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا أيضا من الشواهد: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أكبر مثال على ذلك هو ما يحصل في بعض البلدان من أولئك الذين يضعون المزارات ويضعون القبور والأضرحة ويقومون باستقمار الأموال فيتكسبون باسم الدين من أولئك الذين ينغرون بهم، فيأتون ويتقربون إليهم بالمال وبغيره ويطلبون المدد ويطلبون الإغاثة ويطلبون الولد من الأولياء، وهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكن من الذي يستفيد؟ هم أولئك الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وهذا ما يريد أن يشير إليه المؤلف في هذا الباب. ثم تأتي الآيات بعد هذا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا حال بني إسرائيل، وهذا هو حال أولئك الذين يدعون إلى الشرك وإلى البدع. فأراد المؤلف أن يوضح في هذه الآيات وفي هذه الباب ما يتعلق بهذا الباب. ثم قال في آخر الآية: بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. جاءت العقيدة وجاء التوحيد ولكنهم ضلوا بعد ذلك. ولذلك العقيدة تؤخذ من أهل العلم وأهل البيان، وأيضا كما جاء في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هؤلاء هم الأنبياء وأيضا أتباع الأنبياء ممن يبلغون الرسالة ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ثم قال المؤلف: ويزيد، يعني هذه المسألة، ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. العام البليد يعرف هذه المسألة وما يتعلق بأهمية الرجوع للعالم الرباني في جميع المسائل. ثم قال المؤلف: ثم صار هذا، يعني هذه المسألة، أغرب الأشياء
وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. أين الشيخ يقول تغيرت الموازين عند الناس وخاصة في زمن الشيخ رحمه الله، يقول إذا قلت لبعض الناس من طلبة العلم وغيرهم بالرجوع للعلماء الربانيين قالوا لا لا، لأنهم يحذرون من الأولياء فلا يؤخذ العلم من هؤلاء، ولكن أرادوا أن يؤخذ العلم من أولئك الذين يلبسون على الناس، وهذا ما كان في الزمن الشيخ، وأراد أن يبين هذا الأمر من هذا الكلام. فقال الشيخ رحمه الله أن هذا الأمر يفهمه حتى البليد يفهم هذا الأمر. ثم أيضا ذكر المؤلف وخيار ما عندهم أولئك الذين يحذرون من أهل العلم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الكلام شافي وواضح من الشيخ رحمه الله. هذا من البلاء أن يعد تشقيق الكلام بما لا يدل عليه الكتاب والسنة، وأيضاً بما يحصل به قسوة للقلوب هو العلم. وإذا ذكرهم الإنسان بقول الله تعالى أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا ظاهري أو هذا جمود، وأيضاً أخذوا يصفونه بصفات من أجل التحذير منه، وأيضاً يقومون كما ذكرنا بما يقال هذا وهابي هذا كذا وهذا كذا من أجل التحذير من هؤلاء. فنقول إنه لا يحصل كمال الإيمان ولا تمام الانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بالتسليم بالنصوص، فبقدر ما مع الإنسان من تعظيم الوحيين والعمل بهما يكون حظه ونصيبه من العلم والعمل به. وهنا انتهى الأصل الرابع، وهذا الأصل من الأصول المهمة التي يجب أن يتنبه لها المسلم، وإن شاء الله نكمل الأصل الخامس والسادس إن شاء الله غدا، وإذا انتهينا منها أيضا نبدأ بالقواعد الأربع. نلاحظ أن الشيخ رحمه الله دائما في كتبه ينبه على ما يتعلق بأمر العقيدة. أمر العقيدة يجب أن ينشر في جميع الأوقات، وفي أيضا بعضهم يقول أن الطفل بل أن من في بطن أمه يلقن أيضا التوحيد، وقد جاء عن السلف أنهم كانوا يلقنون أولادهم وهم في بطون أمهاتهم بالتوحيد، وإذا نزل يذكر بالتوحيد، ثم نجد أنه يؤذن في أذنه ويقام في الأذن الأخرى وهذا من السنة، ثم بعد ذلك تذكر لا إله إلا الله، ثم يعلم الصغير من ربك من نبيك ما دينك، وهذا مهم يعرف من ربه من نبيه ما دينه. ولذلك من فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة أن الصغير يعد فقيها في الدول الأخرى لما يدرس من الأولى الابتدائي والثاني الابتدائي وعمره 5-6 سنوات وهو يعرف من ربه ما دينه من نبيه. ولذلك تسأل أناس كبار للأسف عن هذه المسألة ولا يعرف هذه المسألة. الشيخ محمد عبد الوهاب كان له فضل كبير فيما يتعلق بنشر التوحيد، وأيضا الدولة السعودية الإمام محمد بن سعود ومن بعده من الأئمة الذين حكموا حتى هذا الوقت أيضا من عهد الملك عبد العزيز إلى هذا الوقت وهم يؤصلون ويؤسسون ما يتعلق بأمر العقيدة. ولذلك تجد أن كبار السن الملك عبد العزيز عندما أسس هذه الدولة بناها على التوحيد، وكان ينشر التوحيد في جميع المناطق حتى في القرى وفي البادية، وكانوا يحفظون الأصول الثلاثة ويحفظون ما يتعلق بأمور العقيدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.